صح. علي، ان شاء الله في الفيديو ده برضو هنحاول نتعلم تركات جديده تخلينا نعرف نحل امثله مختلفه زي الامثله اللي موجوده عندنا في الورقه دي. طيب دلوقتي انت لما يجيلك سؤال في الورقه، فانت تقف قدام السؤال نص ساعه تقعد تفكر، والله المساله ديت هل هتتحل بالتكامل بالتعويض، هتتحل بالتكامل بالتجزيء، هتتحل بارشال فراكشن، هتتحل بثلاث اربع خمس ست طرق كده بعد الحاجات دي. فلا، وانت تلاقي ان المساله اصلا جايه على التيبل اللي حضرتك بتاخده في اول محاضره، تمام. فعشان كده عمال احط امثله، بكثف في الامثله اللي بناخدها على التيبل ونحاول نلم كل الافكار اللي جايه على التيبل. عندنا النهارده في الفيديو ده حاجه اسمها الجنراليزيشن 2. احنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن جنراليزيشن 1، الفيديو ده بنتكلم على التعميم الثاني. طيب التعميم الثاني او تركايه التعميم الثاني بشكل مبسط خالص عباره عن ايه؟ قال لي بص يا غالي، انا لو رحت قلت لك اعمل لي انتجريشن للمقدار ده كوساين جذر اكس دي جذر اكس، يعني اعمل لي انتجريشن هنا بالنسبه لجذر اكس، هتعتبرها واي كانها كوساين اكس دي اكس، دي زي دي بالظبط. فانا بديت كنت بقول له والله ساين اكس بلس سي، صح؟ هنا نفس الكلام، اقول له والله ساين جذر اكس بلس سي، كده عنب يعني، كده شغاله ترى حلوه قوي شغاله. طيب لو رحت بقى انا من خلال الحتتين دول كده قلت لك طب اعمل لي مثلا حاجه بالشكل ده، انتجريشن كوساين جذر اكس بالنسبه لاكس، تمام. فهنا لا، انا هنا في حاجه مختلفه، ما ينفعش بقى اشتغل على الطريقه دي او الطريقه دي. من هنا جت فكره الجنراليزيشن بارت 2، تمام. فبتقول لنا ايه الجنراليزيشن بارت 2 ديت؟ بتقول لي هنا لو عندي القاعده اهي، بتقول لي لو عندي انتجريشن للاف اوف اكس باور ان مضروبه في الاف داش اوف اكس بالنسبة لإكس، قال لي في الحالة ديت أنا بعمل عملية الانتجريشن بشكل طبيعي خالص، يعني آخد الـ f of x بتاعتي وأجمع واحد على الأس بتاعي وأقسم على الأس الجديد بلس سي، بس كده، تمام. طيب تعالوا خلينا ناخد مثال على الكلام ده. لو عندي انتجريشن مثلا لـ x كيوبيك بلس 3 باور 7 دي اكس هنا بالنسبة لتلاتة، ماشي. خلينا برضو هنا نتشيك على القاعدة تاني، يعني هو أنا بيقول لي دي اكس كيوبيك وليس دي اكس بس، ففي الحاله ديت انا هنا بعمل انتجريشن بالنسبه لمين؟ بالنسبه لاكس تكعيب يا جماعه، بالنسبه لاكس تكعيب. فانا ممكن الحته دي اعتبر المقدار ده ها زي اكس زائد 2 اس 7 دي اكس، تمام. هو بس هنا لا، شال اكس وحط اكس تكعيب. فهنا مثلا لو ما فيش اكس تكعيب كنت بعمل ايه؟ بعتبر ان الفانكشن دي عباره عن في صوره لينير، فانا باخد اكس بلس 2 اجمع واحد يبقى 8 واقسم على الاس جديد واضرب في واحد على الكوفيشن بتاع اكس اللي هو واحد زائد سي. هنا نفس الكلام بالظبط، نفس الكلام. فهنا اكس كيوبيك بلس 2 باور كام؟ 8 على ال 8 واضرب في الكوفيشن بتاع اكس زائد سي، بس كده، تمام. فالموضوع بسيط جدا. طيب في بقى هنا قاعده مهمه حلوه قوي. طب ايه هي القاعده دي؟ بص انا عاوزك تدخل المحاضره ديت وانت دماغك ديت فيها تو رولز حافظهم بشكل منطقي، يعني انت هتحفظهم وهتعرفهم بس بشكل منطقي. يعني القاعده الاولى لو عندي اكس تربيع دي اكس وعاوز اشيل الاكس تربيع احطها هناك، بعمل عمليه انتجريشن، وبالتالي صورتها هتبقى عامله ازاي؟ تبقى عامله كده، دي ها اكس تكعيب واقسم على الثلاثه. طب لو عاوز ارجع الاكس تكعيب لهنا هعمل عمليه ديريفاتيف، عمليه تفاضل، وبالتالي يبقى تلت في تفاضل الاكس تكعيب بكام؟ ب3 اكس تربيع دي اكس، 3 دي مع دي يساوي اكس تربيع دي اكس. ديت صوره بسيطه جدا او اصل كل الصور وكل القواعد اللي احنا شغالين عليها بتاعه التيبل، تمام. طيب فالكلام ده كله يخليني اروح لحاجه، لمثال زي ده مثلا. لو عندي من حاجه بالشكل ده، عندي اكس في اي باور اكس سكوير دي اكس، انا عشان اعمل انتجريشن المقدار ده محتاج اخلي الاكس تربيع اللي محتاج اعمل انتجريشن بالنسبه لاكس تربيع، يعني اخلي ديت اكس تربيع. فانا لو خدت الاكس وديتها هناك هيبقى عندي دي اكس، هيبقى عندي دي اكس تربيع، صوره التكامل بتاعتي تبقى عامله كده. ها الاي اكس تربيع من الاكس ديت هاخدها واديها هناك، يعني اعملها عمليه انتجريشن بكام؟ بنص اكس تربيع. بقت صوره التكامل عامله ازاي؟ يبقى انا كده بعمل عمليه تكامل بالنسبه لاكس تربيع. طيب المقدار ده بيساوي كام؟ نص في اكس تربيع زائد ساب، بس كده. ها حد عنده اي مشكله؟ لا. طيب فممكن واحد ده يقول لي طالما انا عندي المقدار ده هو ناتج تكامل العمليه ديت، ممكن استنتج صوره جديده للحاجات دي. طيب ايه هي يا عم الحاج الصوره الجديده بتاعت الحاجات دي؟ قال لي الصوره يبقى شكلها كالاتي،
الصورة هيبقى شكلها كالآتي. قال لي لو شفت انتجريشن لإي اف اوف اكس اي باور اف اوف اكس مضروبة في اي اف داش اوف اكس بالنسبة لإكس، قال لي كل الكلام ده ممكن أحط الإي باور الإف أوف إكس بلس سي. دي القاعدة الأولى. طيب بناء على القاعدة دي، لو أنا عندي هنا البيس بقى هو إيه مثلا؟ إف أوف إكس مضروب في إف داش أوف إكس دي إكس، نفس الكلام بالظبط. هاخد أشيل ده كده وأحط الإي باور إف أوف إكس زائد سي، بس هنا أقسم على لين الإيه. تمام؟ حد عنده أي مشكلة؟ لا. طيب هل الكلام ده بيمشي على الإكسبوننشال؟ أصلا أنا هنا اشتغلت على الإكسبوننشال. لا، انا تاني، انا هنا اشتغلت على الاكسبوننشال واشتغلت على مين؟ على البولينوميال اللي فوق دي، اللي فوق دي بولينوميال. طب هل التريجونومتريك والانفرس والهايبربوليك والكلام ده كله بيمشي على الكلام ده؟ قال اه بيمشي عليه الكلام ده. تعالوا نشوف الكلام ده بيمشي عليه ازاي. لو رحت مثلا في الورقه ديت وقلت له لو عندي مثلا انتجريشن بالشكل ده، لو عندي انتجريشن بالشكل ده هنا اف داش اوف اكس دي اكس وتحت عباره عن اي سكوير موجب اف اوف اكس كل سكوير بر، قال لي مش الصورة دي كده اللي تحت بس، نركز في اللي تحت بس، مش بتاعة التان ماينس 1. ها تاني الصورة ديت بتاعة التان ماينس 1، اه يعني تان ماينس 1 الاف اوف اكس على الاي زائد سي، صح كده؟ وبقسم هنا في واحد على ايه. حلو. طيب دلوقتي قال لي انا موجود، موجود هنا يا غالي دالة وفوق تفاضل الدالة. نركز في حالة الانفرس اللي زي ديت التفاضل موجود فوق مش تحت، نركز موجود فوق. فقال لي بص طالما انا عندي الداله وموجود تفاضلها فانا هشيل دي كده واشتغل عادي خالص، واشتغل عادي خالص. ونفس الكلام لو في ماينس هنا بحط هنا تانج زي ما اخدنا في التيبل هناك. تمام؟ يبقى القاعده بتاعتي شغاله على كل الرولز او كل صور الانتجريشن اللي انا اخدتها في التيبل. طيب تعالوا بقى نبدا نحل امثله، وزي ما اتفقنا الامثله موجوده في اول فيديو في الورقه اللي هي كانت عباره عن تقريبا 15 مثال. خلينا نبدا باول مثال عندنا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. تمام؟ عندنا أول مثال بيقول لي انتجريشن للساين 3 اكس تربيع زائد 1 6 اكس دي اكس. نفس الكلام أنا عندي ده الديريفيتيف بتاعه، صح كده؟ بالظبط. يبقى أنا انتجريشن للساين بي ماينس الكوساين 3 اكس تربيع زائد 1 بلس سي. تمام؟ طيب لو عندي حاجة زي زي ده كده، بيقول لي هنا جذر 5 ناقص ساين تربيع اكس. تمام؟ وتفاضل الساين تربيع اكس بكام؟ ها بساين في كوساين، بساين اكس في كوساين اكس، واتنين فوق يبقى هنا في اتنين كمان، صح كده؟ اه. قال لي بص دول اتفضل، قال لي المقدار ده، ها تاني نركز، نركز يا جماعة تاني، قال لي المقدار ده تفاضله اهو، بس في هنا سالب يبقى في هنا سالب. تمام؟ لو صورة مسألة التكامل بقت بالشكل ده هنا، فاكر انت انتجريشن لواحد على جذر اكس كنت بقولها كان باتنين جذر اكس زائد سي؟ نفس الكلام ده بالظبط. انا هنا ما بعملش اي اعتبار للمقدار ده دلوقتي، بقول والله اتنين في الجذر ده، يبقى اتنين في الجذر 5 ناقص ساين سكوير اكس زائد سي. حد عنده اي مشكله؟ لا. طيب نروح بقى لقاعده تانيه، نروح لقاعده تانيه، او خلينا بنبص نخش في المثال على طول عشان الوقت. لو عندي مثلا انتجريشن لاكس على 9 زائد اكس باور 4 دي اكس، فواحد كل شويه يقول لي انا هنا كان عندي مثلا داله في تفاضلها، او الداله موجوده وتفاضلها فوق او تحت على حسب. انا فعلا هنا تفاضل الداله ديت في اكس كيوب، اكس تكعيب، انا ما عنديش اكس تكعيب، وبالتالي الدماغ تبدا تقول لي خش بقى استخدم تجزيء سبستيوشن او تعويض او تجزيء او الكلام ده كله. لا، احنا ما زلنا لسه في التيبل. فبص يا غالي، خلينا نتفق على اربع حاجات، خلينا نتفق على اربع حاجات ناخدهم معانا وقدامنا في كل مساله تكامل هنحلها. اي مساله تكامل عباره عن بسط ومقام في صوره بولينوميال، يعني دوال كثيره الحدود. تاني، عندي مساله تكامل بسط ومقام في صوره بولينوميال، يعني انا عندي بسط بولينوميال ومقام بولينوميال، ودرجه البسط اكبر من درجه المقام. ها درجه البسط اكبر من درجه المقام. هنا بستخدم واحده من اتنين، ازود ونقص واحد، ازود ونقص العدد يعني اللي موجود عندي، او استخدم لونج ديفيجن. لونج ديفيجن اسمه مطوله. تمام؟ طيب الحاله الثانيه لو درجه البسط اقل من درجه المقام، في الحاله ديت عندي صوره من اتنين برضو، عندي صوره من اتنين، يا لين يا تان ماينس 1، يا لين يا تان ماينس 1. فانا اروح هنا عندي درجه البسط اقل من درجه المقام، بالتالي انا شغال على الكيس الثاني. الكيس الاولى دلوقتي ماليش علاقه بيها دلوقتي. تمام؟ ففي الكيس الثانيه يخلي ناتج الانتجريشن ده هو لين،
يا 10 ماينس 1. طيب فانا هسال نفسي والله لو عاوز الانتجريشن ده ناتج الانتجريشن ده يبقى لين، فانا محتاج اقول ان البسط عباره عن تفاضل المقام. طب انا تفاضل المقام بكام؟ ب 3 اكس تكعيب. هل اقدر اوصل دي 3 اكس تكعيب؟ ما ينفعش، اذا لين مرفوضه يعني. باقي عندي 10 ماينس 1، مفيش طريق تاني غير فالتاني ماينس 1 الصوره بتاعتها 1 على 1 زائد اكس تربيع. فانا لو رحت على المقدار ده خليته ب 3 مثلا تربيع زائد اكس تربيع، كل تربيع دي اكس، وبالتالي الاكس تربيع اقدر اوصل البسط كدريفاتيف للاكس تربيع. ده ها لعبه جامده والله، لعبه جامده تمام. وبالتالي لو عملت انا المقدار ده هنا الاكس تربيع تفاضلها بكام؟ بكام؟ ب 2 اكس صح. فلو رحت ضربت في نص، نقرب بس كده، لو رحت ضربت هنا في نص تمام وقلت 2 اكس على 9 زائد اكس تربيع كل سكوير كل تربيع تاني، ها اصبح عندي المقدار ده الاكس تربيع تفاضله تمام. ففي الحاله ديت انا بستخدم هنا تان ماينس 1، يبقى تان ماينس 1 كام؟ اكس تربيع على جذر 9 3، واضرب هنا في كام؟ 1 على 3، والكوفيشن بتاع اكس ب1 وفي نص هنا بره بنص، بس كده الموضوع بسيط جدا تمام. نخش على مثال تاني. لو عندي مثلا انتجريشن للروت ساين 2 اكس في كوساين 2 اكس دي اكس، نفس الكلام يا جماعه بالظبط بقى الموضوع فاهم. فالموضوع بسيط، فانا ممكن يبقى كام؟ ساين 2 اكس دي كلها كام؟ باور نص في كوساين 2 اكس دي اكس، عشان عندي تفاضل ساين 2 اكس بكوساين 2 اكس، يعني الموضوع تافه. حلها بقى انت، انا مش هحلها. طيب في ناس بتغلط بقى شويه، في ناس بتغلط شويه. يعني ايه بيغلط شويه؟ خليكم بقى ايه، خدوا بالكم من الحته دي. لو عندي مثلا انتجريشن للاكس تربيع على 1 زائد اكس تربيع دي اكس، ما دول هنا لو عندي اتنين بولونوميال درجه البسط مساويه او اكبر من درجه المقام، فبستخدم كوديفيجن او اجمع واطرح واحد طبقا للعدد ده يعني، فتمشي الكلام ده صح. طب واحد تاني بقى واد برنس يقول لك ايه، انا مثلا هقسم على اكس سكوير بسط ومقام، فبالتالي بقى عندي هنا واحد وعندي هنا واحد زائد اكس، او زائد واحد على اكس سكوير دي اكس، وبالتالي الصوره ديت بقت صوره تان ماينس 1. يبقى الكلام ده عباره عن تان ماينس 1 واحد على اكس على واحد، والكلام ده طبعا الكلام ده غلط، الكلام ده غلط، ما ينفعش تعمل كده تمام. ليه؟ حد يقول لي ليه؟ هسألك سؤال، واحد على اكس تفاضلها كام؟ بسالب واحد على اكس سكوير. هل انا عندي في المقام في البسط سوري واحد على اكس سكوير؟ لا عندي واحد بس، اذا الكلام ده ما ينفعش تمام. قبل ما ابدا طيب نخش برضو الكلام ده يمشي على الانفرس. يعني لو شفنا مثال بالشكل ده ساين ماينس 1 الاكس على مثلا الروت واحد ناقص اكس سكوير دي اكس، واحد على اكس سكوير دي اكس. وبالتالي بص خلينا برضو ديت تالت قاعده ناخدها في الفيديو ده. احنا كده خدنا قاعدتين بتوع البولينوميال، وتالت قاعده ايه؟ لو شفت انتجريشن لساين او كوساين او تان، تان لو شفت ساين ماينس 1 او كوساين ماينس 1 او تان ماينس 1 او لين، دايما اعرف تماما ان التكامل ده ما يتحلش الا بوجود التفاضل بتاعه معه في المساله. ها هل انا غلطت؟ لا، يبقى انا شفت ساين ماينس 1 هنا. اه اذا باقي الترم ده لازم احطه في صوره تفاضل الساين ماينس 1. طب انا عندي تفاضل الساين ماينس 1 كام؟ بواحد على الروت واحد ناقص اكس سكوير صح، اهو واحد على واحد ناقص اكس سكوير. يبقى الموضوع ببساطه هتعامل مع الساين ماينس 1 هنا كالاتي، ساين ماينس 1 اكس اجمع واحد واقسم على الاس الجديد زي سي، بس كده. يبقى الساين ماينس 1 كوساين ماينس 1 تان ماينس 1 لين ماينس 1 او سوري لين، بتعامل معاهم بنفس الرول دي. ف بناء على القاعده ديت ممكن برضو نشوف حاجه بالشكل ده. يعني مثلا لو رحنا قلنا انتجريشن لي مثلا لو عندي مثلا روت واحد ناقص اكس سكوير مضروبه في ساين ماينس 1 دي اكس، هحط دي اكس هنا، ها تعمل ازاي؟ فواحد يقول لي والله انا عارف ان ساين ماينس 1 التفاضل او الدريفتيف بتاعها واحد على الروت واحد ناقص اكس سكوير، فانا هبدا اوزع الروت، يبقى يساوي دي اكس على الروت واحد ناقص اكس سكوير مضروبه في روت الساين ماينس 1 اكس تمام. وبالتالي الترم اللي تحت ده تفاضله اهو، ها الترم اللي تحت ده تفاضله اهو تاني، انا عندي الداله مضروبه في التفاضل بتاعها، ها هل انا عندي كده مشكله؟ لا. يبقى بيساوي كام؟ 2 تفاضل بالمقدار، التفاضل الموضوع ده بيساوي 2 في جذر ساين ماينس 1 اكس زائد سي تمام. طيب لو حد يا جماعه عاوز يفهمها، انا برفع الساين من فوق او الروت فوق، هنا الروت بكام؟ بماينس نص، برفعه من فوق بنص
او سوري، هنا الروت بنص، برفعه فوق ماينس نص، اجمع واحد بقى عندي نص نص اهو. طبعا يا جماعه محدش بقى يقول لك بناء على القاعده ديت، فانا ممكن اشوف واحد على جذر اي بار اكس دي اكس، عاملها بالشكل بنفس الكلام ده، عاملها بنفس الكلام ده، ما ينفعش عاملها بنفس الكلام ده. طب دي تتحل ازاي؟ ها حاجه زي دي تتحل ازاي؟ ها واحد ممكن يقول لي بقى يعملها، يقول لك مثلا لين المقام، ما ينفعش لين، وقعد يعملها بناء على القاعده بتاعت انتجريشن على جذر اس بيساوي 2 جذر اكس، فبرضه ما ينفعش، ما ينفعش. دي اخطاء ما ينفعش نقع فيها. ولكن الحقيقي بتاع الحل المساله ديت ان بفك الروت بواحد على الاي باور كام، نص اكس دي اكس، تمام. وابدا كمان بقى عادي ارفع النص فوق بسالب نص، وطلعت لي الموضوع بسيط جدا. طيب لو عندي حاجه يا جماعه بالشكل ده، اكس بار 5 ناقص 4 في اكس سكوير على 4 ناقص اكس بار 6 دي اكس، تمام. حاجه بالشكل ده بقى تعمل ازاي؟ بص، الفكره هنا، الفكره هنا ان انا عندي نفس القاعده، انا مش انا عندي بولينوميال على بولينوميال درجه البسط اقل من درجه المقاومه، اذا هبص لحاجتين، يا اعمل لين يا اعمل تان او تانش ماينس 1. ها يا اعمل لين يا تان او تانش ماينس 1. طيب فمثلا لو انا استخدمت عمليه توزيع بسط على المقاومه كالاتي، مسألة على فكرة حلوة، مسألة دي جامدة على فكرة. لو استخدمت توزيع بسط على المقاومة، فبالتالي صورة التكامل عندي بقت بالشكل ده، عندي اكس بار 5 على 4 ناقص اكس بار 6 دي اكس، وهنا ناقص انتجريشن ل 4 اكس سكوير على 4 ناقص اكس بار 6 دي اكس، تمام. بص يا غالي، ديت انا عندي في البسط تفاوض المقاومة، اوكي، يبقى انا هنا شغال مين؟ شغال لين. طيب الديريفيتيف بتاع المقاومة عبارة عن كام؟ عبارة عن ماينس 6 باور اكس باور 5، فانا احط هنا سالب، هنا سالب كده 6، واقسم هنا سالب 1 على 6، وبالتالي المقدار ده تفاضله يبقى بكام؟ ب1 سالب 1 على 6 في لين ابسولوت المقام 4 ناقص اكس باور 6. بس الموضوع يا جماعة بسيط، والله الموضوع بسيط جدا. طيب تعالوا هنا بقى، دي اللي فاتت الكاية، لو رحت على الاكس باور 6 عملت عملية ديريفيتيف ليها، فلاقي ان الدريفت بتاعها هو اكس بار 5، انا ما عنديش هنا. ولكن لو عملت يلا الاكس بار 6 دي اكس كيوبيك باور 2، اكس كيوبيك باور 2، تمام، وشفت الدريفت بتاع اكس كيوبيك، هلاقي الاكس كيوبيك الدريفت بتاعها هو اكس سكوير، هلاقيه موجود فوق، قلت اوه، بس الموضوع منتهي. اذا هغير دي احطها في الصوره بتاعتها اللي هي الصوره الجديده بقى، تبقى شكلها عامل ازاي؟ ها 4 اكس تربيع، وهنا بقت 4 ناقص اكس تكعيب في اكس تربيع دي اكس. ركز بقى يا جماعه، نركز. طيب تفاضل اكس تكعيب ب3 اكس تربيع، اذا هاخد الاربعه دي بره واقسم على 3 واحط 3 مكانها هنا. ها نركز كده يا جماعه، تمام. حد عنده مشكله؟ لا. تاني حاجه، انا في التان بيبقى 1 على 1 زائد اكس تربيع، تمام، اما هنا 1 ناقص اكس تربيع، فهنا بستخدم ايه؟ تانش. يبقى انا كده لحد دلوقتي عرفت ان الترم ده عباره عن تانش ماينس 1 الاكس تكعيب على 2، واضرب هنا في 1 على 2، وفي الكوفيشن بتاع اكس اللي هو بواحد ما عنديش، وبره باربعه على ثلاثه كمان، وفي سالب هنا بينزل اهو، يبقى المقدار ده زائد ده، ديت عباره عن حل المساله. طيب نروح نشوف مثال تاني، ممكن حد يقول لنا مثال بالشكل ده كده، انتجريشن اكس سكوير تانش ماينس 1 اكس تكعيب على 2 على 4 ناقص اكس 6، زي ما اتفقنا محدش تخضض من المساله، انا شفت تان ماينس 1 او تانش ماينس 1، اذا دماغي تقول لي والله ان فكره الحل هنا يا لين يا تان، اذا اعرف ان الترم اللي موجود مع التانش هو تفاضل التانش. طيب لو رحت على جنب قلت لك يا اسطى فاكر تفاضل التانش ماينس 1 بكام؟ ها حد يقول لي فاكره كان بكام؟ بواحد على واحد ناقص اكس سكوير، نفس الكلام ده بالظبط، تمام. ده لو هنا كام؟ ده لو هنا اكس. طيب لو هنا اكس تكعيب على 2، يبقى تان ماينس 1 اكس تكعيب على 2 تفاضلها بكام يا ولا؟ ها ب1 على 1 ناقص اكس تكعيب بتبقى اكس 6 على 2 بتبقى 4. طب انا عندي اكس 6 اهي، هقسم بس احاول اخلي صوره الايه الترم ده قريب من ديت، فلو قسمت هنا على 4 وديت بقى 1، تمام، وهنا بقى كام؟ بقى ربع ولا 4 تاني. انا هنا بقسم على 4 بسط مقاوم، هنا 4 يبقى هنا ربع، ها تمام. طيب في حاجة تانية،
ايه هي الحاجة التانية دي؟ طيب بصوا يا جماعة، هنا وانا بعمل عملية الديريفيتيف ده الديريفيتيف بتاع التانج، هنا بضرب في تفاضل المقدار ده، يبقى 3 في اكس تربيع على 2 اللي هو ده اكس تربيع على 2، انزل محتاج اضرب على 3 في 2، بضرب هنا في 2 على 3، 2 على 3 في ربع، يبقى ناتج الانتجريشن ده 2 على 3 في ربع، صح كده؟ بكام؟ ب2، وهنا 2 يبقى 1 على 6، 1 على 6 في التان ماينس 1 المقدار ده اكس تكعيب على 2 اجمع 1، يبقى هنا 2 واقسم على 2. ديت ده كده كان ال جنراليزيشن 2 الجزء الثاني. باقي بس يا جماعه قبل ما اقفل الفيديو، عندي هنا شويه تكاملات مهمه جدا. ايه التكاملات المهمه جدا ديت؟ قال لي بص،